امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وصف شعوره بالمشاركة بمزيج من السعادة والفخر، والسعادة لوجوده مع مختلف أطياف الشعب، والفخر لما حققه الوطن من إنجازات على مدار سنوات بسواعد وأبناء مصر ودماء الشهداء. خلونا نتابع جزء. متحدثا إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر، السعادة بوجودي في وسط رموز وممثلين من كافة فئات الشعب المصري، والفخر بما حققناه معا من انتصارات متتالية وإنجازات عظيمة تحققت بسواعد أبناء مصر وبدماء شهدائنا الأبرار. إنني أجد نفسي الآن وهي تفخر بما حققه المصريون وقد تعالت الصيحات في ميادين مصر وفي شوارعها وقراها معبرة عن إرادة الأمة المصرية في استعادة مصر ممن أرادوا انتهاك قدسية أرضها وسلبوا هويتها، تدفعهم في ذلك مفاهيم مغلوطة وأيديولوجيات متطرفة، واجدني ومعي الجيش المصري الذي شرفت بقيادته. الذي شرفت بقيادته في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ الوطن، وقد كان انحيازنا مطلقاً لإرادة هذا الشعب العظيم.